نسر الأهلي يحلق منفردا في الصدارة ويطير إلى المغرب استعدادا لكأس العالم. مساء الخير والسعادة والفل على كل اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي من كل مكان. أهلا بيكم، حلقة جديدة ومواضيع مختلفة من الحديثة. مساء الفل يا هنودة. مساء الفل حبيبة قلبي، مسودين هنفضل يعني نلبس اسود واحنا مش عارفين كده. بس أنا بس عايزة الناس تعرف إنه الأسود بالنسبة لنا مش لون حزن، هو خالص. لون شياكة نوعا ما.